أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. Thank you.
사랑합니다. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع
سبحانه وتعالى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى. من لدنك
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. الفاتحة.